أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المخمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك الواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم الدعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ويتنازعون فيها كأسا لا غول فيها ولا تقسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمروهم أحلامهم بهذا
أم هم قوم تعجون أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله فإن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرين أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعوهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقيتا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفوك الأعلى ثم دنا فتدلى فكيف قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرات المنتهى عندك جنة المكوى إذ يغشى سدرات ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعوزى
ومنازة الثانية الأخرى ومنات الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأولى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك وسيع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأخطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أدخاك وأبقى.
وأن كوخ بقى ما تبقى كيان، وأن كوخ خلق زوجين ذكر والأنثى في نطفة إذا تمنى، وأن عليك نشأة الأخرى، وأن كوخ أجنى وأقنى، وأنك هو الرب الشكرى، وأنك أكلك أعد الأولى والثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنكم كانكم أظلم وأتقى والمكتفي كات أكوى فجشاك ما جشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الأزفك ليس لك من دون الأخ كاشفك. أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعات وانشق القمر وان يروا آيته يخردوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو داعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى أعداء يقول الكافرون هذا يوم آسر كذبت قبلكم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منخمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناك آيات فكل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصارا في يوم نحس مستمر تنزي الناس كأنهم أحجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. إِنَّا مُرْسِلُو النَّكَاتِ فِتْنَةً لَكُمْ فَارْتَكِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. ونبئكم أن الماء قسمة بينكم كل شرب مقتدر. فنادوا صاحبكم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حسيبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نقمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بنذر. ولقد ردوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبقاكم بكرات عذاب مستمر مستكر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. ولقد جاء على فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وما عمرنا إلا باقدة كلما خل وما عمرنا إلا باقدة كلمجيب البصر. ولقد أقلقنا أشياءكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في زبر. وكل صغير وكبير مستتر، إن المتكين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام، والخبز عصف وريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفجار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسألوه من في السماوات والأرض، كل شيء هو في شك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من
أقطار السماوات والأرض فنفوزوا لا تنفوزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبك إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفراف خضري وأبقاري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يحملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تخسيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخدود، وطلح مندود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وغميم وظل من يخموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
متوقعا ويسيرون على لوحنا السيل العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وإزاما أإنا لمبعوثون. أبا آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم مخلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكيلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمكرمون بل نحن محرومون بل نحن مكرمون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن كل قسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المتأخرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.